فيديو الموالي الخط ضروري من نديرو الفيديو على طريق السريع الحضاري ليلا. ما صورنا لكمش اليوم الفيديو بالنهار، تحت ليناش الفرصة. طريق السريع الحضاري الخط اللي مازال اشغال به متواصلة، على ما اعتقد راه تلقوا هاد لابارتي هادي، ها هي كما كتشوفوا معايا هنا راه تلقوها. سيدير بانهم راه خدامين في دوزيام بارتي، وهادي فاش تلقوها راه تلقوها غير مؤقتا في انتظار انهم يديروا ليها داكوش فينا، هذا يصيبوا ليها الجنبات ديالها. ولكن راه الضوء تا هو راه مازال ما حتى الصفقة مازال ما عرفنا لمن عطاوها. حاولوا ان شاء الله غدا الى كاينه شي وقيت نجيو نديرو شي فيديو هنا، واخا هو غدا في غالب الاحيان ما غاديش يكونوا الخدامه، لان احسن الحوار راه العيد هذا، الناس كيبغيو يمشيو يلتحقوا بالعائلات ديالهم حتى هما باش يدوزوا العيد مع العائلات ديالهم. راه خدموا مساكن في رمضان كامل وخدموا، تحيه لهم من هذا المنبر، وكنقول لهم عيد مبارك سعيد اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا، تعيدوا وتعاودوا. وشكرا لكم على المجهودات اللي بديتوها من اجل مدينه اكادير. كما كتشوفوا هنا راه ظلام بارز، راه الضو كاع ما كاين هنا، كاين هنا دابا غير الضو ديال الطوموبيلات. باقي الخدمه الخوت هنا، يقدروا يساليو من هنا شهر 6 ويقدروا ما يساليوش، المهم هما راه غيديروا لي فور ديالهم. الشركات اللي خدامين هنا راه باينين، راكم عرفتوهم، كاين الاليك كاين الالديس. الطريق هذا وداروا ليه دوك الممرات تحت الارضيه، راه غيتنفسو الناس ديال اكادير، غيتنفسو واحد شويه، سيتنفسو الناس الصعداء في انتظار ان هاد المرسى هادي ما تبقاش هنا، يديروا ليها شي بلاصه اخرى. بعدا كاين شويه ديال الضوء ماشي بحال لي، دابا راه كنقربو لداك السبيطار ديال الحسن الثاني المستشفى الجهوي.